السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. معانا النهاردة مع أول فيديو من سلسلة Penetration Testing Labs بعنوان Introduction، بيقدمها لكم أحمد رأفت. تعالوا نشوف في الانترودكشن ده هنتكلم عن إيه. أولا هنتكلم عن إيه هو كورس Penetration Testing Labs. كورس Penetration Testing Labs أنا حاطط لك فيه سيناريوهات عملية كتطبيق لعمليات البنتريشن تيستينج. طبعا انا شغال على برايفت نتوركس، انا مصممها على الفي ام وير والجي ان اس 3. هنتكلم مثلا عن الواي فاي اتاك، هنتكلم عن الماك فلتر باي باس، هنتكلم عن الدي ان اس سبوف اتاك، هنتكلم عن الارب سبوف اتاك، الدي تش سي بي سبوف اتاك، هنتكلم عن تكويد الفيروسات بتول الفي ال فيجن، هنتكلم عن اختراق الأجهزة سواء كانت في اللوكال اريا نتورك أو في الوايد اريا نتورك الوان. مين هو البنتريشن تيستر؟ البنتريشن تيستر ده مش هاكر، ده يعتبر مهندس سيكيورتي، ده راجل دارس هاكينج تكنيكس، عارف الهاكر بيفكر ازاي، عارف الهاكر بيستعمل اني ايه التولز اللي بيستعملها. الراجل ده شو يعني بيشتغل ازاي؟ الراجل ده مثلا بيروح مكان معين، مثلا هنتكلم عن مثلا بنك، يعني مثلا هنسمي البنك ده مثلا اسم افتراضي، مثلا هسمي البنك ده اي ماني، بنك اي ماني ده مثلا بيجيب البنتريشن تيستر ويقول له بعد اذنك انا عايز حضرتك تعمل هاك على السيستم بتاعي. يعني ده البنتريشن تيستر ده بيعمل هاك على سيستم بالاتفاق مع صاحب السيستم او المؤسسه اللي هي صاحبه السيستم، بيعمل هاك على النتورك. ليه؟ عشان يتست قوه النتورك او السكيورتي ليفل بتاعه النتورك. بالتالي في الاخر بعد ما بيعمل عمليات البنتريشن تيستنج ويشوف الثغرات المفتوحه او الاكسبلويتس المفتوحه في السيستم، بيعمل بيها تكنيكال ريبورت. تكنيكال ريبورت ده بيسلمه القسم الاي تي في المؤسسه اللي هو بيعمل على النتورك بتاعتها عمليات البنتريشن تيستنج، وقسم الاي تي بالتالي بيستخدم الريبورت ده كجايد لي في انه يعرف ايه الثغرات الموجوده في السيستم بتاعه، بالتالي هم يسدوا هذه الثغرات. فطبعا انا يعني محتاج يعني ايه اعرفكم بان الهاكرز دول ثلاث انواع عندي. اول نوع الوايت، طيب اول نوع معايا هو الوايت. الوايت احنا بس ايه نمسك بس طيب عذرا على ايه المشكله دي. الوايت هات هاكر، وعندي ده يعتبر كده ايه اول نوع. اما تاني نوع عندي هو البلاك، البلاك هات هاكر، وتالت نوع عندي هو الجراي، الجراي هات هاكر، ده تالت نوع عندي. البنتستر هو يعتبر اول نوع الوايت هات هاكر، ده راجل بيستخدم السكيلز بتاعته في الهاكينج في انه يكشف الثغرات المفتوحه في اي سيستم، وبالتالي بيعمل على انه يسد او يرقع الثغرات دي. تاني نوع البلاك هات هاكر، ده واحد بيستخدم التكنيكس بتاعته في الهاكينج في انه يعمل هاك على سيستم عشان مثلا يسرق داتا معينه بطريقه unauthorized، انه مثلا يكسر الحاجه مثلا في السيستم، يعمل ديناي اوف سيرفيس اتاك مثلا، انه يوقع بعض السيرفرات الموجوده في السيستم او يوقع السيستم كله. الثالث نوع الجري هات هاكر، ده واحد مزيج ما بين الوايت هات هاكر والبلاك هات هاكر، ده واحد يعني بيوظف امكانياته على حسب الموقف. يعني ممكن شركه تاجره ان تاجره مثلا هو، او تتعامل معاه بانه يكشف الثغرات بتاعتهم وبالتالي يقدم لهم تكنيكال ريبورت بالثغرات او الاكسبلويتس المفتوحه في السيستم.
ممكن يتعامل في الموقع ده هو كده وايت هات هاكر، او ممكن شركة مثلا تأجره عشان يكسر سيستم شركة منافسة ليها، فبالتالي طبعا ده كده بيلعب في الخانة التانية اللي هي البلاك هات هاكر. ده كده اللي اتكلمنا عن تاني اوبجيكتيف اللي هو هو از ابرنتيشن تيستر. اما تالت اوبجيكتيف اللي هو فور هوم ذا سيريز، السلسلة دي مقدمة لمين؟ السلسلة دي مقدمة لأي واحد عايز يتعرف على مجال البنتريشن تيستنج، أي واحد مثلا دارس بنتريشن تيستنج عايز برضو يحسن مهاراته. يعني أنا مثلا بقدم لك في الكورس ده سيناريوهات مختلفة، أساليب مختلفة في التطبيق. يستحسن طبعا إن اللي يدرس الكورس ده، يعني أنا بفترض إن اللي يدرس الكورس ده يكون دارس على الأقل CCNA، يبقى دارس على الأقل CCNA Routing Switching أو منهج الـ N Plus. المهم يكون عنده Network، المهم يكون عنده Network Fundamentals. طبعا Network Fundamentals دي يكون عنده Concepts أساسية في الـ Network، لأن طبعا الـ Hacking ده طبعا based على إن أنا هاك على Network، فأنا بالتالي لازم تكون عارف الـ Network دي بتتبني إزاي، تكون عارف بعض الـ Concepts عنها عشان تعرف طبعا أنا شغال إزاي. أتمنى تكون إن شاء الله السلسلة تكون مفيدة ليكم. أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.